السلالية دوار ولا السبيطة ما عتبقنا هذا العام السلام. احنا من الناس اللي غير تسمعوا بحقوق الانسان وبحقوق المرأة. احنا اللي حقوق دينا مهمشة غير تسمعوا بها. احنا حطت عندنا لافليش ديال الضوحة، جاتنا النهار الاول جاو شراو الارض ديالنا بسمية الملك، من بعد تنتفاجئوا بلافليش ديال الضوحة. شرات الارض بخمسين درهم، خصات الشباب، خصات النساء، خصات جميع ذوي الحقوق. درنا واحد الجمعية ديال جمعية الشباب ولا السبيطة، جمعية ساندنا، وكان المحامي درنا محامي اللي هو طارق السباعي. هذا المحامي اللي باعنا، باعنا الصفريوي وشردنا وشرد ولادنا وشرد عائلاتنا. لا يعقل انك تسكن فوق الارض اكثر من 100 سنة ورثنا عبن على الجد، واليوم تتفاجئوا بالاحكام ديال الافراق بدون استفادة. لا يعقل انك تسكن الافراق بدون استفادة. تقول القايد الا بغيتي تستافد تعطي الرشوة، تعطي الرشوة للمقدم ولا القايد عاد تستافد. انا تنقول هذا الكلام وتنتحمل المسؤولية، وانا من الناس اللي هددني القايد وتيقول لي الا بغيتي تستافدي في ارضك تعطي الرشوة باش تستافدي. لا يعقل انك محكوم. حنا تنتمناو من السلطات ومن الجهات المعنية، حنا ما خلينا حتى باب اللي ما دقيناش فيه، والباب اللي دقيناه تيرشيو. فين ما مشينا كترشاو، حتى من الصحافة اللي جينا مكتوب علينا كيرشيو وما كينشروش لينا. كنتمناو هذا الميساج ديالنا يوصل. حنا مش ناس ماشي ارهابيين، حنا ناس حقوقيين تنآمنوا بالحقوق الانسان. تنتمناو بان هاد الناس يشوفوا فينا ويلتفتوا لينا. حنا ماشي ضد المشروع، حنا بالعكس حنا بغينا المشروع وبغينا التنمية، ولينا بغينا نستافدوا وناخذ حقوقنا وما يتقطعوشنا ولادنا وما يتشردوش. وتنقول من هذا المنبر وهذه رسالة ولات نوجهها وتنتمنى باش تنشروها للصغريوي. تنقول ليه في العاود اللي دير غولف كنقول لك ولا السبيطة دير لهم حبس وشدهم فيه. وعاش الملك، عاش الملك.